لأن وجع الوطن كبر كتير. شو فار اللي تعطيه مرض الناس عم تفوز عليه بالمستشفيات؟ لأنه الفساد تجاوز المعقول. لأنه الأمل بطل خيار. أنا عم بقرأ أروح بيع السيارة وبيع النمرة. هاد خلي يطعمونا هني لأشوف يطعمونا. لأنه الاستسلام أحبطنا. عندي خمس شباب على الحيط. وين كرامة الإنسان؟ نحن منا بشر. رجع يحكي التنين ورجعنا نحكي جالس. لما ودعتكم بالموسم الماضي كان بعده الأمل موجود عند قسم كبير منكم، بس اليوم ما في إلا اليأس على وجوه الناس بكل لبنان. صار وقت نوعا من استسلامنا، لأنه من حقنا وطني ساع، حقوقنا، مطالبنا وأحلامنا.